طيب النهارده عايز ابدا معاكم في هذا الملف الهام جدا بشخصيه وطنيه، ابن من ابناء مصر وابناء القوات المسلحه ومن اسره ايضا، اسره قضائيه واسره عسكريه، واحد من رموز مكافحه الفساد في مصر، وطني اصيل، المهندس يحيى حسين عبد الهادي. هي وهو قامة كبيرة من قامات مصر ورموز مصر اللي انا عرفته ايام مبارك ان هو كان اي ما تسأل عن الفساد ومكافحة الفساد احنا كصحفيين نبقى رمز مكافحة الفساد يحيى حسين عبد الهادي. رجل نظيف اليد، طاهر اليد جدا، ناقص سريرة، رجل محب لبلده، محب لكل السياسيين، تتفق عليه كافة الطيارات وكافة الكيانات الموجودة في مصر، ومتحدث سابق للحركة المدنية. يحيى حسين عبد الهادي هذه القيمة والقامة النهاردة بيتم تجديد حبسه للمرة الثالثة على التوالي بعد ما خطف من الشارع. ليه؟ عشان مقال كتبوا عن ما أحداث يوليو 52 وما حدث فيها من الجيش وضباط الأحرار، مقال تاريخي. بس على ما يبدو في ناس على راسها بطحة، فالناس دي بسرعة قبضوا على يحيى حسين عبد الهادي واعتقلوه حتى الآن. أنا بس عايز أقول هذا الرجل هو أيضا يعني داخل على 70 سنة، ليس معه سوى قلم وليس معه سوى رأي. هذا الرجل محبوب من كل المصريين، ليه يعتقل؟ يعني انت ما انت كنت اعتقلته 4 سنين سابقا وخد عفو رئاسي، ثم تريد مره اخرى خطفه واعتقاله؟ ده الراجل الجلسه اللي فاتت جاله اعراض ذبحه صدريه اثناء التحقيق. النهارده المحامي بتاعه الاستاذ نبيه بيتكلم على ان الراجل دخلوا له دواء النهارده، وهو حابب يسألوه يا باشمهندس أخبارك إيه؟ قال لهم أنا بخير بس مصر مش بخير. أنا بخير بس مصر ليست بخير. هي هذا الرجل الرائع الجميل، أنا شخصيا على المستوى الشخصي حاسس بغصة كبيرة جدا جدا إن يكون هذا الرجل ومعه آلاف مؤلفة من أبناء مصر وهؤلاء المخلصين الشرفاء الأحرار الآن في الظلمات السجون والمعتقلات. حزن ما بعده حزن، وكأن الكتبت الآن على المعتقلات السياسية إنها تضم بين جنباتها كل الشرفاء وكل الأكفاء والمحترمين في هذا البلد، والأسماء كثيرة جدا جدا كثيرة جدا جدا، المئات والآلاف من الشرفاء. تحية للمهندس يحيى حسين عبد الهادي في هذا المقام، وإحنا نشعر بشرف وفخر أن نذكر اسمه وأن نتحدث عنه. وطبعا زي ما هو لخص القضية أن ربما يكون هو الآن بعد ما تناول الدواء بتاعه بخير، ولكن مصر فعلا عمرها ما هتكون بخير وأولادها مرميين في السجون والمعتقلات بهذا الشكل. طبعا بمناسبة السجون والمعتقلات، في سؤال سئل للأستاذ نجاد البرعي المحامي والحقوقي الكبير، واللي طبعا هو واحد من يعني مهندسين الحوار الوطني حاليا وفي اللجنة التنسيقية أو في المجلس التنسيقي للحوار الوطني. السؤال حوالين هل مستخلصات جلسة القانون، جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي، هل هذه المستخلصات، واللي طبعا تم تسليمها لرئاسة الجمهورية، هل هذه المستخلصات هي نفسها اللي موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللي بيعمله مجلس النواب؟ لأنه تقريبا الاثنين ظهروا في نفس التوقيت. الأستاذ نجاد وضح على تويتر أنه لا علاقة ما بين المستخلصات وما بين القانون، وقال أنه بعض النواب أثناء حضورهم جلسة الحوار الوطني أكدوا أن هناك مشروع قانون بيتم تداوله جوه مجلس النواب حوالين اجراءات جديده في الاجراءات، قانون الاجراءات الجنائيه الجديد. الاستاذ احمد راغب
وهو كان يدير جلسة الحوار الوطني غالبا سأل يعني في جلسة مع رئيس مجلس النواب سأل عن مشروع هذا القانون، وفي اجتماع طبعا دعي إليه أو دعا إليه رئيس مجلس النواب. ويبدو أن الدكتور أحمد راغب أو الأستاذ أحمد راغب قال باختصار شديد أنه تقريبا لم يخرج بتفاصيل أصلا مشروع الإجراءات الجنائية الجديدة اللي اتعرض أو ما زال يعرض في المجلس، وأنه مستغرب جدا لاحتفاظ المجلس بقدر كبير من السرية حوالين مشروع القانون ده. في كل الأحوال الحوار الوطني سلم المستخلصات لرئيس الجمهورية، والمجلس والحكومة عندهم أولويات ومسؤوليات. يظل السؤال المهم جدا، هل القانون الإجراءات الجنائية الجديد هيصطدم مع المستخلصات اللي سلمها الحوار الوطني ولا مفيش فرق خالص؟ ده بقى محدش يقدر يكتشفه دلوقتي غير لما تتضح الصورة أكتر ويبان أمام الجميع قانون إجراءات الجنائية الجديد هيبقى إيجابي قد إيه وبيعمل تعديل حقيقي في الحياة الخاصة بالمواطنين قد إيه. وكذلك هنسمع مع بعض قد إيه عدد المحبوسين احتياطيا اللي تم الإفراج عنهم نظرا لتوجيهات رئاسة الجمهورية. كلام طبعا برضو خطير أستاذ نجاد برعي بيقوله في، والراجل الحقيقة بدأ أنه قالك ده إبراء للذمة، بيبرئ ذمته من يلصق بالحوار الوطني أشياء حتى لم يخرجها. أنا عايز أحيانا أعيش معاكم في الخبر الجاي ده علشان إحنا بقالنا كام من 2013 حتى الآن 11 سنة في ظاهرة بوليسية قمعية بتحصل ليست على غرار حتى أصحاب العصابات أو قطاع الطرق، ولكن على غرار الخطافين والنهابين. يعني يا جماعة النهاردة ما ينفعش وإحنا بنتكلم دلوقتي في هذا العصر أيضا إن يتم خطف مواطنين، خطفهم من بيوتهم أو من عملهم أو من الشارع وإخفائهم قصر، يعني أهلهم عن العالم كله ورا الشمس. إحصائية غريبة جدا، يعني حتى الآن منظمات حقوق الإنسان رصدت إن عدد الذين اعتقلوا واختفوا قسريا 17,103 مصري تم اعتقالهم وإخفائهم قسريا بعد اختطافهم. يعني السنة اللي فاتت بس في 2023 2456 مصري تم اعتقالهم واختطافهم وإخفائهم قسري. يعني إيه إخفاء قسري؟ مش عارف له مكان. وهذه الظاهرة بقول لحضرتك، يعني حضرتك دي شغل عصابات قطاع طرق، لا ليس شغل مؤسسات ولا دول أبدا. انك انت تروح تخطف مواطن وبعد كده تخفيه قسريا، لا حد عارف له طريق ولا حد عارف له راح فين جه منين قاعد فين. زي النهارده مثلا 16 مواطن مصري وشاب زاروا النهارده في النيابات، ايه دول؟ دول مصريين وبقالوا مختفين قسريا بقالهم فترات طويله. ده بس حضراتكم عشان بعض من ينكرونا يقول لك لا ما عندناش اخفاء قسري. يا فندم انت ساعتك لما تعتقل اي مواطن او تقبض عليه تقدمه للنيابه مباشره ايا كان بقى القضيه، ملفقها له حتى مزورها ضده، انما ما تخفوش قسريا عندك. زي ما شفنا الزميل الصحفي الفنان ورسام الكاريكاتير اشرف عمر اللي هتاخد الراجل بسحق كهربي وتعذيب واخفاء قسري كام يوم لحد ما ظهر. ليه يا عم؟ ده ده عدوا نقابه الصحفيين، ده راجل صحفي. ما انت ما تعرفش لما اخفى قسريا عمل فيه ايه؟ لفاه القضيه ازاي؟ خلاها مضى على اوراقي بالاكراه. النهارده سعادتك 16 واحد ظهروا النهارده كلهم كانوا مختفين قسريا، والاسماء كان حضراتكم زي ما مركز الشباب اعلنها اهو، احمد ايمن خلف، احمد محمود عبد الحليم، اسلام نصر، رضا عبد الفتاح، السيد الزعيم،
السيد سليمان، عبد الله عبد الفتاح، محمد عبد العاطي، محمد مراد، محمد شعبان، محمد عبد الكريم، محمد راشد، محمد محمود، محمود علاء، مهاب احمد عطا، نمر فهمي محمد. انا بقول لك الاسماء ليه؟ عشان دول مصريين، اسماء مصريين مواطنين تم خطفهم واخفهم قسريا بقى لعده شهور ثم ظهروا في النيابه النهارده. الاحصائيه اللي رصدها مركز شهاب فقط العام الماضي 2023 2456 مختفي قسري، 2456 مواطن مصري اعتقلوهم وخطفوهم واخفوهم قسريا. الاحصائيه بتقول من 2013 لحد النهارده 17103 مواطن مصري تم اخفائهم قسريا بعد خطفهم. ايه ده؟ احنا عايشين في غابه ولا ايه؟ معلش يا اصل انا الحقيقه بسمع كتير من ابواق السلطه وهؤلاء اللي يخرجوا عليهم، لكن ما فيش اي حاجه اسمها اخفاء قسري. امال ده ايه؟ الارقام دي ايه؟ الاحصاءات دي ايه؟ الاسماء دي ايه؟ طبعا ده يعني قلت لكم حاجه لا يعني ليست موجوده في اي مؤسسات ولا دول حتى، ولكن دي يعني بقى في الله اعلم قطاع طرق ولا حاجه يعني. طبعا قصه حزينه جديده للمناضل الاستاذ احمد عبد المجيد العرابي. والاستاذ احمد عبد المجيد العرابي هو واحد من مصابي ثوره يناير، فقد عينه اثناء الثوره. ثم احمد عبد المجيد العرابي محبوس حاليا على ذمه القضيه 2094 سنه 2022 بتهمه انه هو طبعا بيحاول يستغل السوشيال ميديا للتعبير عن غضبه واثاره الفتن والقلائل والانضمام لجماعات، يعني في كوكتيل كده من الاتهامات في الحقيقه بيقع فيها كل من هو مخالف للرأي لهذا النظام. بعض من كتاباته كانت عن الأوضاع المعيشية اللي بيعيشها المصريين، والراجل بما أنه راجل مناضل مصري يعني حبس قبل كده سنة ونص، واضح أن الدولة شايفة أنه يجب استمرار حبسه. دي حاجة غريبة جدا في نفس التوقيت اللي فيه كلام عن الحبس الاحتياطي وفيه إشارات واضحة للدولة يعني انها تفك موضوع الحبس الاحتياطي، بنشوف احمد عبد المجيد العرابي بيتعرض لهذه القصة بشكل غريب جدا. في كل الاحوال احمد العرابي عنده عدد من التهم، خلينا اقراها لكم كده، من ضم الجماعة الارهابية مع علمه باغراضها، ومرتكب لجرائم تمويل الارهاب، ومحرض على ارتكاب جريمة إرهابية، ومشترك لغارة ارتكاب كلام كبير جدا جدا، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. قصة كبيرة جدا 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 لراجل كان في الشارع في يوم من الأيام بينادي عايزين حرية وعدالة وعيش بس. والتهم اللي هي واضح من تكرارها انها يعني بتتكلم عن راجل خطير جدا جدا في نظر الحكومة، في النهاية تهم تقريبا من استحالة اثباتها، ما بالك ان هو عاملها اصلا. هذا الرجل اللي ممسوك لا تحت لا في ايده سيف ولا تحت منه فرس، بيواجه 45 يوم جديدة زي ما قال واحد من المراكز الحقوقية الهامة. ولأن يا أحمد كلنا في الهم سواء، فالمواطن المصري واللاجئ أيضا في مصر يتعرض لذات الأمر. قصة كده محزنة قوي. مواطن يمني كان في اليمن، هذا المواطن اليمني، وهو كان على الرجل معتنق الدين المسيحي، والرجل يعني ربنا هدى للإسلام فاعتنق الدين الإسلامي. على ما يبدو تعرض الرجل هناك إلى نوع من أنواع الاعتداء والعنف. يعني طيب بس يعني أكمل بس القصة علشان أنا إيه، ما الرجل حضراتكم تعرض في اليمن إلى حرق بيته، وحرقت زوجته، وابنه أصيب
فما كان منه إلى أنه ترك اليمن بعد إعلان إسلامه وجاء إلى بلد الأزهر الشريف، جاء إلى قبة الإسلام يعني، عشان الرجل بقى يعيش في كنف دولة مصر الحبيبة كلاجئ يعني. الرجل فوجي أن في عام آخر عام 2021 في 12 تم اعتقاله وتم القبض عليه. طب إيه تهمته؟ ازدراء الدين الإسلامي. الرجل أصلا كان مسيحي بقى مسلم. في ايه هنا؟ ايه اللي الزراء هنا ده؟ ايه اللي الزراء يعني؟ مش مشكله طبعا توصيف القضيه، انما المشكله الاكبر ان الراجل محبوس ومعتقل بقاله سنتين وثمان شهور وتخطى الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي سنتين اهو، تجديد حبس طالب لجوء اليمني عبد القادر سعيد 45 يوم، بدا اضراب عن تناول دواء القلب لانه تجاوز فتره الحبس الاحتياطي 8 شهور. وعلى ما يبدو ان هم قالوا له يعني بيعاملوه كما لو كان مصريا، يعني بيعاملوه كما لو كان مصريا. طبعا نفس القصه برضو الاستاذ عبد الباقي متهم بالانضمام الى جماعه ارهابيه وازدراء الدين الاسلامي واثر تحوله من الاسلام الى المسيحيه. انا الحقيقه ما اعرفش هل هو كان راجل كان مسلم بقى مسيحي مسيحي مسلم. غالبا يعني. انا القصه ما تقولنيش كتير والله، انا مش متوقف على هو الراجل كان مسيحي بقى مسلم او مسلم بقى مسيحي. في النهايه الراجل جه الى مصر كلاجئ، انت تعتقله ليه؟ مسيحي او مسلم كان، انت ليه تعتقله ويقعد سنتين وثمان شهور؟ يعني مش فاهم. خليه كان مسلم بقى مسيحي او مسيحي بقى مسلم، تغيير الديانه ده حريه العقيده، حريه الاعتقاد. الراجل كان مسيحي هناك في اليمن، جه هنا بقى مسلم في 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 مصر مش مشكله. كان مسلم في اليمن جينا مسيحي في مصر مش مشكله. حريه الاعتقاد. طب انت ليه تعتقله؟ وايه ازدراء الدين الاسلامي او ازدراء الدين المسيحي؟ الراجل في النهايه غير معتقده وتعرض ليه نوع من انواع الاضطهاد. انك انت سعادتك النهارده تعتقله وترميه في السجن سنتين وثمان شهور، في حاجه اسمها ابعاد، هو لاجئ اصلا. لو سعادتك حاسس ان هو في خطوره على البلد والامن القومي ما يعتقلش. اعمل له ابعاد وخرجه لاولاده بعد ما زوجته طبعا توفيت هي الاخرى. انما هي ما اعرفش يعني، هو يعامل الان كما لو كان مصري. في كل الاحوال تعالوا نشوف مع بعض. تم الافراج النهارده عن الفنان محمد فؤاد، ويعني كمننا ما فيش مشكله خالص، اهو خرج من النيابه العامه في واقعه مشاجره، طبعا مش مشاجرة هو اعتداء، طبعا اعتداء على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي. وكان معانا الفيديو من يومين ناشرينه لحضراتكم، لو الزملاء يعني عندهم الفيديو ده نقدر نعيده اهو تاني لحضراتكم، تبقى الحكاية فيها وضوح من غير صوت طبعا الفيديو، لكن طبعا بنشوف عدد من الفنانين هنا بالمناسبة، منهم الفنان محمد فؤاد طبعا، أسرته جزء من أسرته. وغالبا احنا برضو في واحد من الفنانين هنا كان اسمه ايه، فنان ايه، جوهر، احمد جوهر ولا كان اسمه ايه، في فنان برضو كان ظاهر في الفيديو ده بس انا مش متذكر اسمه بالظبط. فانت عندك حالة تلبس كاملة. الفنان خرج بكفالة 10,000 جنيه بعد محاولة الاعتداء على هذا الطبيب، لانه باختصار شديد الطبيب ما عجبوش طريقة أداء الفنان محمد فؤاد، وزي ما أنت شايف كده أمام الجميع يعني خناقة في خمار، مش يعني لا يمكن ده يبقى مستشفى أبدا ولا قسم طوارئ أبدا، ولا يمكن الناس دي تبقى مثقفة وفاهمة وواعية. الفنان أحمد جوهر بالظبط كده، وده مش شكل خالص لناس مثقفة وبتنشر الثقافة والفن والتنوير في مصر، دي ناس يعني داخلة دي يعني ناس باختصار شديد داخله بدراعها، رغم ان هم عندهم حق يعني، هم معاهم مريض كان ممكن جدا يقول له طب ناديه مدير المستشفى او يطلع لايف يقول يا جماعه انا الوضع كذا كذا كذا، يا سيد وزير الصحه اعمل ايه، وهو قامه كبيره، وساعتها يبقى عندنا احنا محمد فؤاد واخو محمد فؤاد واسرته كلها فوق دماغنا، لانهم ضحايا زي بقيه الضحايا في جمهوريه مصر العربيه. في كثير من المواطنين المصريين بيروحوا ما يلاقوش خدمه صحيه، بنطلعهم معانا
لكن هو فكره الاعتداء والقدره وانا عندي وسائط واعرف ناس وتليفوني مليان ارقام ناس مهمه، هي دي في الحقيقه اللي كانت مستغربه ومستهجنه جدا جدا، لانه مش معقول ان اي شخص عنده يعني يعرف شخصيات مهمه او كده يبدا في الاعتداء على خلق الله.